سبحان الذي أين الأين فلا أين له. هذا كتاب تفسير البحر المحيط للإمام أبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 745 هجرية. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1422 هجرية، في الجزء الأول في الصحيفة 531 يفسر قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول: هذه الآية رد على من يقول إنه في حيز وجهة، لأنه لما خير في استقبال جميع الجهات دل على أنه ليس في جهة ولا حيز، ولو كان في حيز لكان استقباله والتوجه إليه أحق من جميع الأماكن، فحيث لم يخصص مكانا علمنا أنه لا في جهة ولا حيز، بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه، فأي جهة توجهنا إليه فيها على وجه الخضوع كنا معظمين له ممتثلين لأمره. انتهى كلام الإمام أبي حيان الأندلسي، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين.